Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نبتدئ المشوار في رابع أيام مهرجان المحامل التقليدية، ونمسي على مشاهدينا أينما كانوا داخل قطر وبرا قطر، وكل من يتابعنا عبر شاشة تلفزيون قطر وأيضا عبر الموجة المخصصة لأثير طبعا الإذاعة. هناك أيضا موجة ممكن يستمع لنا المستمع أو المتابع. احنا اليوم مثل ما تشوفون ما يزيدنا سرورا وسعادة الحضور الكبير الكبير فعلا في موقع مهرجان المحامل التقليدية في الحي الثقافي كتارة، وأيضا العمانيين أشقائنا من سلطنة عمان الشقيقة كان لهم مشاركة مميزة وكبيرة. خلونا نطلع على بعض ما هو موجود طبعا في المعروض من أخواننا الأشقاء في سلطنة عمان. مرحبا يبا، يا حيما الله، كيف حالك؟ خير الحمد لله، طيب إن شاء الله. أفهم الله. نتعرف عليك، شو اسمك يبا؟ اسمي خديدات، محمد خديدات بلوشي. خديدات، احنا نبقى نتكلم يبا عن هذه الأدوات اليوم. نعم. يعني هذه الأداة طبعا اكيد يستخدمها الاول تو يستخدمونها. نعم. يعني حتى الان يستخدمونها، اللي هي طبعا الدريل، دريل الاول يدوي باليد ويسمى مقدح. نعم، هذا يستخدمه من يستخدمه؟ الاستاذ. الاستاذ، ايوه. انتوا تقولوا نجار. نعم. هذا هو ما نجار، اللي يخدم المحامل سفينه هو استاذ. نعم، أستاذ هو. طيب، هذا عشان يخرم فيه الحطب. طيب، السفينة. نعم، تعب السفينة. نعم الأخوان، أنا باجيكم هناك الله يحفظكم، باجيكم شوي باخذ لفة عندكم إن شاء الله. السفينة باغي تخرق برود أو مسامير من البرود. نعم. أنواع مقدح. نعم، في توكيب، في قطح، وفي صغير وكبير وكل شيء. هاي خمس ملعود بس صغير، حق المسامير. حق المسامير، حق المسامير. وهذا الجدوم. هاي الجدوم. نعم. وهاي المطرقة. نعم. وهذه المشارة، وهذا المبرد. هاي مسحل. نعم، مسحل. طيب، وهذه هاي فرمان، تاخذ فرمان على القياس. القياس على شلامين. نعم، تاخذ شلامين من البيص، من بداية البيص. من بداية البيص تاخذ لين اخر شيء، لين الاشراء. لين الاشراء. ايه، بارك الله فيك. يبا تشتغل انت هالشغله للحين؟ نعم، لين ساعتك. نعم، لين ساعتك اشتغل فيه. هاي كلها تصليحيه. هذا يعني. نعم. والخمسه الشباب بالقطر شدوهم عاد. نعم، بارك الله فيك يا يبا. خليني اشوف بعد الوالد. النجار هاي استاذ. طيب، يعني نجار يخدم الصناديق. نعم، بارك الله فيك يبا، بارك الله فيك. خلني انتقل الى محل ثاني وايضا اتكلم مع الوالد. حياك الله يبا. حييك. نتعرف عليك. فيك محمد بن حسن محمد البلوشي. ونعم محمد يبا. نعم. شنو الاشياء المعروضه قدامنا؟ نقدر ننزل شوي نشوفها؟ اي نعم، تفضل. هذه الاشياء احنا نستعملها اولا، نجيبها من البحر. نعم، نجيبها من البحر نطبخها. لها اسم؟ ها؟ لها اسم؟ لها اسم. شو اسمها؟ هذا اسمه دوك بعوينة. دوك بعوينة. دوك بعوينة. نعم، يمكن في عمان يعني تختلف المسميات في الخليج، يعني الوالد محمد يقول هذه دوك بعوينة اسمها في عمان. نعم. طيب، شو يسوون فيها؟ نجيبها ونطبخها وناكل اللحم تبعها. اللحمة هذه نطلعها من هنا. نعم. بشوكة نطلعها. طيب، ما تطلع لي بشوك، خلي شوكة تطلع. يعني يمكن الحويت، احنا نوع من الحويت ايضا، اللي هذيك النوع موجود عندنا في قطر وناكله، والناس اكيد دوره. هذا بعد احنا ناكله. هذا. نعم. نطبخه وناكله. طيب، وهذا وهذا برضه ناكله. هذا يجي احنا نسميه مثل الصفريه يعني. نعم. اثنين مع بعض كذا. نعم. نفتح نطبخه يفتح. ناخذ اللحمه وهذا نرميه. ترمونه. هذا نرميها. طيب، بعضهم يسوون فيه مثلا تشكيلات، يزينون في بعض الاماكن. نعم نعم نعم، هاي يزينوه لليوم. لليوم. نعم، يصبغوه ويزينوه ويخلوه في الاسواق، تراث يعني مثل التراث. نعم. خلوه في الاسواق، او سووا له مثل علم الدوله. نعم، خلوه في التراث، خلوه في الاشياء هذا عشان الناس تشوف. بارك الله فيك. نعم، يا بارك فيك. بارك الله فيك. خلوني انتقل بعد صوب ثاني، خلوني انتقل بعد صوب ثاني، يعني في القسم المخصص طبعا مشاركة اخواننا من سلطنة عمان الشقيقة. ونلاحظ ايضا يعني بعض الزوار الى هذه الاجنحة
مثل ما نشوف هني انواع المحار، واعتقد هذه دانه يمكن او اصغر من الدانه. فيهم دانه يمكن، يعني مثل ما تشوفون المحار، وهذه كان رزق الاوليين، هذا كان رزق الاوليين يشقون عشان هل تشوفونه هذه المحاره او هذه الدانه او حتى الحصبه. مساك الله بالخير يبا، قواك الله، شلونك طال عمرك؟ طيب ان شاء الله. نتعرف عليك. عبد الله بن محمد بن خميس المقبالي من سلطنه عمان. ونعم يبا عبد الله، شو تسوي؟ انا الان اطرق الديين. تطرق الديين؟ اطرق الديين. بدايته شلون؟ بدايه الديين، اول شيء الديين يتكون من الغزل اللي هو غزل القطن. نعم هذا طبعا خيوط مخصصه. خيوط مخصصه للديين اللي هو خيط القطن، بعد لانه في ذاك الزمان ما كان خيط غير القطن، ما مثل الحين نايلو، ما كان في خيط الا القطري، القطن بس فقط، القطن بس. نعم. فقط. زين الحين طلع شيء ثاني؟ لا، بدل القطن الديين ما يصلح للقطن الا قطن. الحين خيوط، عده خيوط مكوده. نعم. فلكن القطن هو الاساس. ليش؟ ليش القطن؟ لانه تراث. تراث. ايوه. طيب ايش كثر يا ابو عبد الله تاخذ في 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 طرق الديين؟ والله على حسب الوقت، اذا كان مثل انا بجلس من الصباح للظهر يمكن اقط ديين واحد. واذا كان اغراض منه ومنه يمكن في يوم ديين واحد. ثانيا تكون من القبه. القبه. هذه قبه تسمى. نعم. وهذا مقصر. وهذا المكسر. ايوه. واحنا يمكن نطلقه في الخيوط للحداق، نطلق عليه مكسر. مكسر. أيوة. مكسر. نعم. نعم. طيب قلت لي يعني اكثر وقت ايش كثر تاخذ في صناعه الديين؟ حدود تقريبا 4 ساعات. هناك بعد ديين يختلف، في ديين كبير في ديين صغير. نعم. احجام. هذا الديين الكبير. هذا الكبير. ايوه. هذا الكبير. هذا الديين الكبير. يعني زمان الاول يا ما شلوا في محار. أيوة. ويا من لقى محاره فيها يعني حصبه ولا دانه ولا حتى سحتيته، كانوا يفرحون. نعم. يفرحون الاوليين. بعدين من يكمل الديين طراقه، هذا عباره الحين كامل طراقه مخلص. بعدين لازم يكون له طوق. نعم. الطوق هذا من 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 مثل من 3 اشجار، من شجر اللي هو السدر، ومن شجر الرمان، ومن شجرة الحنة، الأغصان مال السدرة وغصن يكون سهل يعني على أساس الدوران. باقي الأشجار ما تنثني، تكسر. زين يا ابو عبد الله، ليه الحين مطلوب الديين؟ نعم مطلوب. يعني زمن الغوص قفل، لكن ليه الحين مطلوب؟ نعم، في المطلوب خصة بالذات في منطقة قتارة مطلوب. نعم. جدا جدا مطلوب. نعم. أيوة. بارك الله فيك ابو عبد الله موفق، ونشكر اكيد اخواننا من سلطنه عمان على هذه المشاركات المميزه. وانا من ساعه كان يبي يطري علي يوم قال النجار، احنا نسميه النداف، اللي كان فعلا يعني يعتني في السفينه، وكان يبدل مسامرها، وايضا يسوي لها صيانه ويدهنها بالصل والودج. كانت يعني فعلا فيها غربال مثل ما يقولون الاوليين، لكن حياتهم كانت رغم بساطتها الا انهم كانوا مبسوطين ويحمدون الله على كل شيء. يعني وهذا ما هو موجود الان في الحي الثقافي كتارة، وما نراه. رجعنا الى الطبيعه الاوليه ببساطتها وبعفويتها. واكيد انا واخوي سعود المضحكه راح ننقل لكم كثير من الصور والاجواء الجميله ومشاركه الجمهور القطري الكريم ومقيمينا، وايضا زوار قطر وكل من يسمعنا ويشاهدنا الان. نقول لكم حياكم الله في الحي الثقافي كتارة، هذا النشاط الشعبي التراثي اكيد والارث والموروث القطري. ومثل ما ذكرت انا واخوي سعود راح نكون متواصلين وراح ننقل لكم الاحداث اولا باول، لكن الحين خلونا نشوف لقطات عامه من الحضور والمشاركات الكبيره من الجمهور. Thank you.
مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، أمسي عليكم وعلى جميع متابعين تلفزيون قطر. ما زلنا مستمرين في تغطيتنا لمهرجان المحامل في نسخته الثامنة، وطبعا المسابقات والفعاليات مثل ما أنتم شايفين ورانا حاليا مسابقة السباحة. راح نتعرف على المسابقة أكثر وشروطها، ومعاي يوسف عبد الرحمن. شلونك؟ شو أخبارك؟ الله يسلمك. لو بس عطنا نبدأ عن المسابقة. المسابقة هاي أول سنة لها في مهرجان قطر الثامن للمحامل التقليدية، عبارة عن 300 متر سباحة حرة. راح يجرون راح يركضون شوي مسافة بسيطة على الشاطئ، وبعدها بيدخلون البحر سباحة حرة لين النهاية 300 متر إن شاء الله. مسار الغواصين السباحين راح يكون شلون؟ راح يبتدون لين البوية البيضة، بعدها راح يلفون يمين لين البوية البيضة الثانية اللي هناك بتكون الجهة الجنوبية، بعدها بيلفون يمين راح تكون في بويتين حمر اللي هي مسار النهايه ان شاء الله. النهايه المسافه المتوقع اللي راح يسبحونها 300 متر. 300 متر ان شاء الله. وعدد المشاركين حول ال 20 تقريبا. راح تكون بس اليوم؟ بس اليوم. وشلون تتوقع النتائج ما دام هي مسابقه جديده يعني وانتم اول مره تجربونها؟ وشلون المشاركه والاقبال؟ هو الاقبال كاول سنه 20 متسابق تقريبا، اقبال زي جيد، بس راح تكون يعني ما تعرف من يكون الاول. الحين بدوا الشباب، بدوا نشوف الشباب احنا يسبحون. خمس دقائق عندهم الحين تسخين يسخنون، لان الجو بارد والماي بارد. إذن أعزائي المشاهدين مثل ما عودناكم راح نغطي لكم المسابقات أول بأول، وهذه إحدى المسابقات اللي راح تنطلق حاليا. إذا كنتم متواجدين في قطر حياكم على السيف، وتعالوا شوفوا مسابقة السباحة ونخليكم مع أجواء قطر. Yeah.
في داعي انوه. اعطوني الكيو انا جاي. We'll be right back.
سمينا Allah.
ما شفت لك وصف الله ذكر ذكر المعنى.
Hey!
اسعد الله مساءكم اعزائي المشاهدين. في البدايه نقول عانق الكون يا اغلى بلد، رايه العز شيخك شالها، تلعب الخيل وطيران السعد وفارس الدار وهو خيالها. نتواصل معكم اعزائي المشاهدين في هذه التغطيه في مهرجان المحامل التقليديه في نسخته الثامنه. اليوم حقيقه الجمعه، اليوم قبل الاخير من هذه الاحتفاليه الكبيره، والذي تشرف اليوم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لهذا المحفل الكبير. اليوم أعداد كبيرة من البشر حقيقة، ومثل ما تشوفون مالك محط ريل عندنا في كتارة. وزيارة سمو الأمير مثل ما تشوفونها، قبل قليل كان سمو الأمير موجود وشرف الحفل ولف على كل الفعاليات الموجودة في هذا المحفل الكبير. حقيقة يعني مالك محط ريل على السيف من كثر البشر، وهذا دلالة على نجاح هذا المهرجان المتميز اللي من سنة لسنة وهو يواصل نجاحاته. شكرا لصاحب هذه الفكرة. شرفنا حقيقة معاي فنانين كويتيين اليوم حقيقة، وودي تكون الجلسة اليوم كلها جلسة فنية على هذا الشاطئ الجميل. طبعا معانا الفنان الكبير صلاح حمد خليفة. طبعا الله يسلم. صلاح معروف ابوه طبعا الفنان الكبير الله يغفر له حمد خليفة، صاحب الاصوات المشهورة. بس ودي اتعرف على الفرقة اللي وياك. وياك وليد ليلي. شلونك حبيبي؟ طيب عساك بخير. بخير جعلك بخير. باين عليك ولد بحر ولد فن. دعم تسلم. ونهام ترى على فكره. والله؟ ايه. عطني نهمه. عطني. اوه يا مال. يا مال. اوه يا مال. اوه يا مال. يا من طحن خاطري، يا من طحن خاطري، طحن الشعير، طحن الشعير بصخر، ودموع عيني، ودموع عيني انبت من هالعشب بصخر. ايوة اذكر محمد، اذكر محمد ولا ننسى بالفضايل علي، زوج البتولين ابا الحسنين نعم الولي. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. تسلم. محمد الربيعان عضو فرقة الماس. مرحبتين. معكم جزء صغير طبعا من فرقة الماس، احنا مجموعة كبيرة بس جايين نمثل. يا مرحبا. مع اخونا الفنان صلاح حسين الخلف. نعم. من قاعات فرقة الماس. وياك راشد الماس من فرقة الماس. انا انتوا فرقة الماس؟ فرقة الماس احنا. هاي فرقة معروفة في الكويت طبعا. ابناء الله يرحمه عبد الله الماس. عبد الله الماس الفرقة المعروفة. أول مرة أنتم تجون تشاركون ولا العام كنتم موجودين؟ والله جيتوا العام؟ لا مو العام، جينا مع الفرق. مع الفرق؟ إي كثير يعني. إي جينا. أبي أسمع صوت. حاضر. كذي يعني أبي أجمع العالم اللي موجودين هني كلهم على صوت صلاح حمد خليفة. حاضر حاضر. أجيب لك العود ولا عندك العود؟ لا هذا العود. هذا العود. الجهاز. كمل. Thank you.
الله اليوم انا سالك بطه والاحزاب يا كريم يا سيدي يا كريم ألا
من يوم شال الشراء أحيك سلام. الله يسلمك. سالمين 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 ابو حمد. هلا ابوي. سويت فيني يا اخوي؟ الله يعزك ويسلمك. عجبك يا علي؟ عجبك مستطرب؟ الله يسلمك. المخرج يقول لك انا مستطرب، يقول يعني اخر تكليفه. الله يسلمك ابو حمد. انت تعلمت الفن والعود من مدرسه الوالد بس ولا؟ لا طبعا، انا الفنانين يعني وايد، اللي يمكن انا يمكن الوالد اخر واحد اخذت منه. الوالد اخذت منه طريقه الكلام، طريقه الحكي، طريقه الوالد يكتب شعر. يكتب شعر، يكتب شعر الوالد. اي انا اذكر انه يكتب اكثر القصايد كلها له، يعني اللي غناها وانشار فيها مثل دمعي على الخد، لسيم بلق، ابو خليفه يقول القلب مني غدابه، البارحة ما عرف جفني لذيذ النوم. عنده أنا يمكن حصرتهم أكثر من 50 أغنية. 50 أغنية هاي من كلامه؟ من كلامه بس. كله من كلامه؟ من كلامه. كلهم حافظهم أبو حمد هالأغاني ولا؟ طبعا. ولا بعضهم؟ لا أنا حافظهم عندي كلهم. زين أبو حمد، الحين أنت هل تشوف فن الصوت اليوم يستهويه الجيل الحاضر ولا يحتاج أيضا لتطوير؟ يعني مثلا يا سدرة العشاق، أعتقد فن صوت صح؟ يا صح. سدرة العشاق. أي نعم أي نعم. هل يحتاج الصوت لتطوير ولا انت لا من المدرسه اللي تحافظ على هذا الفن؟ انا بالنسبه لي انا احافظ على التراث اللي يقدمه حمد خليفه، اللي هو الصوت المعروف اللي عندنا، الشامي والعربي والخيالي. صحيح. فثلاث الاصوات هذول انا محافظ عليهم، وكل حتى الاجيال الجديده الحين يعني ما شاء الله في عليهم من الشباب الصغار اللي يحبون هالشيء، والدليل ان حضروا لنا سمرات وقاعد ياخذون منه حتى يكتبون الشعر ويعرفون ان هذا غلط ولا صح. فالهاوي يقدر يبدا صح، بس اللي يسمع من بعيد يعني ما راح ياخذ فيه. تحس انه يعني خاصة فن الصوت يعني اعتقد ما يجيد الا المطرب المتمكن 100%. طبعا الصوت من من الالحان الصعبة، يعني الاشياء الصعبة، يعني الاشياء الصعبة اي لها رتم خاص فيها، مو اي واحد يغنيها، فلازم يكون واحد متمكن، متمكن من الاداء وعنده الحشة اللي يقدر يقول هالشيء. صحيح. صحيح. نعم. زين ابو حمد، انت ايضا يعني انا الوالد طبعا كان ملحن بالاضافه انه فنان. هل انت حاولت انك تلحن تدخل في 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 في, في هذا العالم، في عالم التلحين؟ اي عالم ها. يعني انا يعني اغلب اللي سويتهم يعني في الكاسيت يعني الغالبيه الحاني، يعني الغالبيه الحاني. الغالبيه الحاني. والشعراء اللي تعاونت معاهم انا اكتب المذهب وخلي الشاعر يكمل الباقي، لأن إحساس يجيني يعني مثل مثال على ذلك. أبو حمد يعني في أغنية عندي انشرت في 2005 اللي يقول طبعاً غيرناها إحنا، قال أنت تعلم بحالي يا حبيبي سالي. فهذه كان موقف بيني وبين واحد من ربع، يقول لي يا شبيك يا أبو حمد تغيرت علينا من تلولي. فقلت له أنا زماني غيرك يا حبيبي، أنا ما تغير، أنا هذا صلاح حمد خليفة ما تغير أبد، أنا لو زماني غيرك يا حبيبي أنا ما تغير. فأنا لحنته، أنا لو زماني غيرك يا حبيبي أنا ما تغير. بس المشكلة أن المخرج يبي يروح يشوف أجواء معينة. أي ولا يهمك. وبيرجع لنا. ولا يهمك. الله هو عزيز
لكم أعزائي المشاهدين وما زلنا في هذه الاحتفالية الجميلة النسخة الثامنة من المحامل التقليدية على سيف كتارة في الدوحة. أيضا ودي ننوه حقيقة أن اليوم للجمهور أن الساعة 8 في ألعاب نارية تبدأ الساعة 8 مساء إن شاء الله. أكيد أكيد المهرجان يعني مليان من البشر حقيقة، ما أقدر أقول بعد تعالوا زيادة لأن المكان فعلا اليوم مزدحم. وحمد مساعد أنت تقول لي إنك تقول قال لك واحد وين شلون قال لك؟ إيه يعني تغيرت علينا صرت مطرب. إيه ما عاد ما عاد إيه. قلت له أنا لازم أني أغيرك يا حبيبي، أنا ما تغير، هذا أنا صلاح حمد خليفة، أروح البر وأرد وربعي معروفين. تروح البر أنت؟ إيه من هواة البر. والله شيء. إيه نعم. عندك يخور في الكويت؟ إيه عندي يخور. وتسوي سمرات هناك؟ وأسوي سمرات هناك. حزتنا عاد. حياك أي وقت. الله يطول لي بعمرك. من تجي الكويت هناك بس قول لي أنا وصلت. القاعدة جاهزة. بيض الله وجهك. الله يسلمك. الله يطول لي بعمرك ويسلمك. تقع عط 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 المطرب. الله يسلمك. لأنه هو اللي بيغني. الله يسلمك مشكور. فعرفت فأنا ألحنهم يعني. ده عندك عندك. ألحنهم بس مرات يصير شنو؟ يصير المذهب قوي. عليكم ما يكتبون على الشعراء اللي أنا أبي. فأغير عليهم. متى تعلم بحالي يا حبيبي يا صالي ترفق علي غيرنا لو أنا لو زماني غيرك يا حبيبي أنا متغير ف يصير أنا أخذت اللحن منها من الكلمة اللي أنا سويتها اللي هي شيء أنا لو زماني غيرك يا حبيبي أنا ما تغير أنا ما هذا يعني حق السوق إذا إيقاع مغربي وخلطة ويا على بستة على يعني جملة إيقاعات أي يعني إيقاعات خليجية 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 وعربية يعني فيها عربية يعني مثل اللي سواها الله يغفر لها خريد الشاطئ وتروح لك مشوار وهالأغاني. أي نعم. زين سمعنا الحين سمعكم صوت شامي، احنا قلنا عربي الحين صوت شامي اللي هو حرك شجوني. حرك شجوني تبي صوت شامي يا مخرج سمعنا إن شاء الله وعلى ذوقك. ما تعلم ما أعرف أضرب شو اسمه لا ما أعرف أضرب الرأس. حرك شجوني والتيابي على ناس ناس ناسيم الريح ريح الصباح الريح ريح زماني ما كنتم صحابي ألا زماني ما كنا وكنتم صحابي كنا وكنتم صحابي يا غصن في البستان الحياة رضا
لعب الشباب ألا قوم يا غصين البال بالعبا البال بالعبا صغير سن الشباب ألا توا صغير ومختبي بالعبا ومختبي بالعبا عاشو كويت عجيب انت الحياة وانت السمع والبصر كيف اختباري ومالي عنك مصطبر فارقتني فنهاري كله وغبت عني فقلبي كله سهر الله 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 سلام معوز عجيب عجيب الله يسلمك عاشو. الله يسلمك محمد حتى وانت تعزف تذكرني بالوالد الله يسلمك طريقه صح هي لا اخذت منه ما شاء الله اخذت منه وايد يعني حتى طريقه الكلام وشون يضحك شلون يسولف وما شاء الله هو اذا سولف يعني عقب ما اعتزل ايضا كان يعني كان له اهتمام بالفن ولا خلاص اي انا كنت استشيره وايد انا حتى بشرتي ايه يعني كل اللي اختاره ولا قدمه لازم يكون هو سمعه لازم يسمعه وسمعه واذا صار لقاء لي على التلفزيون وداق صوت ولا شيء على طول الراي يجيني بالبيت يعني انت اليوم زين ولا مو زين ولا هاي يبي لك شويه لازم تسوي كذي لازم تسوي كذي كان يعلمك في البيت العود ما علمني ما علمك لا كان ما يبي احد من عياله يدق عود انت الوحيد اللي دقيت عود ها لا ما شاء الله كلنا كلكم بالبيت كلنا بالبيت كل اللي يدقون عود اي نعم عندك ادوات الموسيقيه عود اي اغراضه كلها عندي حاولت تسوي له متحف تسوي له شيء ابو حمد لا والله انا محتفظ فيه انا عود اطلع فيه حفلات واطلع فيه اروح وارد والقصايدة محتفظ فيها عندي وأقدمها كل ما أروح في أي مكان في أي حفلة لازم قصايدة هذه تكون موجودة تكون موجودة أي نعم في الدفتر كاملة عندك طبعاً وفرقة الماس هي اللي دائماً معاك أكثر مرات فرقة أكثر الماس. مرات أي نعم وتسوون سمرات أعتقد أن في الكويت دائماً في سمرات فنية أنا كل خميس عندي سمرة كل خميس كل خميس وين يا أبو حمد؟ عندنا بكبد المكان عند عبد الله الجده شباب كلهم اهل الاصوات فن الصوت احنا مسمينه دار الاصوات فهذه احنا نقدم فيها كل خميس رسمي فن الصوت خاص بالصوت بس فن الصوت يعني ما يجونكم مطربين ثانيين مثلا لا وايد مطربين يجونا وجونكم كثير من الشباب اي مكان يصير عامر مره واحده كلش
وسوف كيف وسوف زفان وسوف كل شيء يعني قاعدة صجية. أبي موال يا أبي موال. مهنة مهنة. ها؟ أي موال من عندك؟ نهمة نهمة. جرحان جرحان حدادي. لا بس بلا ها. لا الشباب ذيلا يبا بس هذيلا عازفين. ما حد ينهم تنهم؟ لا 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 نهامنا بوسع. نهام. أتاه رسولي منه وأتاه رسولي بعد صوت هذا أتاه رسولي لا أحب ما نبي صوت الحين يبا نبي شيء شيء غير الصوت يا يات الطيران يا مال قول جحان حساوي يلا ها تبون نهمل الحين ولا لا بل أنه بس في مشكلة بعدين بقول لك ماشي أمرني طيران يا يشلة حاضر شنو لا ناك 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 جويل جويل سعد جويل جويل عيد اللي اول شيء اليمال عيد عيد حساوي حساوي ما طلعت ان شاء الله طبعاً ما زالت الجماهير متواجدة في كتارة في النسخة الثامنة لمهرجان المحامل التقليدية الحين عندك الموال وقلت اش بلاكم قالوا يتامى قلت اليتيم انا وانتم تسدوا بجروح بخاطري ما
يطيبون. ويل ويل ويلي قالوا تزوج واضرب لامك بلامه ترى العذارة عن بعضهم يسدون. ويل ويل ويلي خايف من عقرب هدامة يمشي ويلدغني بالهون. ويل ويل تسلم 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 تسلم. الحين نبي سامري. حاضر. الحين يا اهل السامر وراه ما تلعبون. تذكر تمن عيني ترايا حسين البازم الوشام. تذكر تمن عيني ترايا حسين البازم الوشام. عشيري لما سجعت ويا لغاية
طيب طيب يا ابو حمد طيب. مشكورين يا شباب. ابو حمد ما يمر عليك عاد الحين بالنسبه حق اغانيك، يعني هل تلاحظ يعني اليوم هل تقدم شيء جديد انت ولا بس متوقف بس على السمرات وعلى السهرات؟ لان اعتقد انت اليوم لو بتحب تنزل اغنيه يتهيأ ان السوق ما عاد مثل ما. لا احنا يعني دورنا يعني ممكن تنزل سنجل. اي الحين بس. انا الحين قاعد اشتغل ان يعني كل ثلاث اربع اشهر انزل لي اغنيه سنجل. وبديت فيها يمكن من كم يوم نزلت اغنيه اللي هي اه يا جاسي. الله. غيرت فيها اللحن كله. اه يا جاسي انا فيك ابتليت. اي احنا اللي نعرفها حق يوسف دوخي. حق يوسف دوخي الله نعم. يرحمه. نعم نعم دكتور. يعني معروفه انه اه يا جاسي انا فيك ابتليت. ايقاع يعني ايقاع سامري بطيء ثجيل يسمونه. فانا اساس الجيل الجديد يحب هالاغنيه لان هالاغنيه كلامها وايد 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 حلو. هي ايضا من كلام الدكتور يوسف دوخي تهيالي. لا حق كلام بدر الجاسر الله يرحمه. او بدر الجاسر صح. أي نعم. بس اللي لحنها الدكتور يوسف دوخي. اي دكتور يوسف. وغناها وغناها كثير المطربين يعني اخرهم الفنان محمد المصباح. اي فانا غيرت باللحن مالها كله. شلون شيبته شلون على اي طريقه؟ جبتها على ايقاعي. اساس انه يوالم هالجيل الجديد. زين خلينا نسمع يا اخي. احنا ما عندنا ايقاعات بس. ما عليه ما عليه نسمع نسمع. لان هذا من الالحان الحقيقه الجميله. آه يا جاسي أنا فيك ابتليت هذا حظي والطريق اللي مشيت وانت مكنت الصواب بمهجتي بعدها يا زين عن عيني جفيت لا جافيني ولا تنسى هواي افتكر عهد الصبا وانت معاي لا جافيني ولا تنسى هواي افتكر عهد الصبا وانت معاي كان ما يطري على بالك سواي كان ما يطري على بالك سواي بس اشوفك ليش بالتالي جفيت بس اشوفك ليش بالتالي جفيت طيب ابو حمد طيب جميل الله جميل نزلته ولا بعد والله نزلته نزلتها عندي لقاء صار بالتلفزيون من مدة ثلاثة أيام أو يومين شي نزلتها كفكرة جديدة وحافظ على هالشعر الجميل حق هالجيل الجديد وأنا سويت فيها يعني بالبداية فيها موال شوية أساس أن أحط فيها النكهة البحرية حلو أي فأنا احب النكهه البحريه لان تراثكم انتم غني يعني انت لو رجعت حق عبد الله الفرج اي نعم يعني كشاعر وكملحن وكفنان حقيقه يعني فهذا التراث المفروض انه يعني انت خاصه انت يعني للامانه من الناس اللي اشعر فعلا قاعد تحافظ على هذا التراث الله يسلمك وانك تاصل هذا التراث لان في النهايه هذا التراث كله خليجي خليجي طبعا هذا هوي هذا هويتنا احنا صحيح. اذا ضيعنا الهويه مشكله فلازم انت يعني هذه الفن بين الشعوب كلها هذه ثقافه بين الشعوب فاذا انت ضيعتها ودوله سين من الناس ضيعتها صحيح. ما في ما في ثقافه صحيح. لذلك يعني لذلك انتم حقيقه جزاكم الله خير محافظين على هذه الفنون وعلى هذه الالوان عموما بيض الله وجهك يا ابو حمد وما قصرتوا شباب والله يحييكم في بلادكم قطر واتمنى لكم حقيقه اقامه سعيده وبيض الله وجهكم اعزائي المشاهدين لهنا تنتهي هذه التغطيه لهذا اليوم ونترككم ان شاء الله الساعه 8 مع الالعاب الناريه اللي بتكون في كتارة على سيف على سيف كتارة الساعه 8 مساء أتمنى لكم التوفيق والاستمتاع مع السلامة الله يسلمك
شكرا شكرا لك.
Hamle, 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 h